وفاة الفنانة والإعلامية المصرية مجدة أبو هيث. مجدة أبو هيث النجمة والإعلامية المصرية الكبيرة وأحد علامات التلفزيون المصرية، توفيت اليوم بعد مسيرة طويلة في تقديم البرامج وعدد من المسلسلات المصرية. وأعلن عدد من المسؤولين والإعلاميين في التلفزيون المصري اليوم وفاة الإعلامية الكبيرة مجدة أبو هيث، ومنهم الإعلامي عادل عبساوي والذي نعاها قائلا: أنعي بمزيد من الحزن والأسى، واحدة من أروع المذيعات في العصر الذهبي لمزبيرو، وكان لي الشرف بزمالتها في الكثير من الأعمال التي كانت تقدمها على مدار سنوات كثيرة. المرحومة بإذن الله النجمة والإعلامية الكبيرة مجدة أبو هيث كانت في منتهى الرقي والإنسانية، رحمة الله عليك وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعت الإعلامية داليا حسن الراحلة مجدة أبو هيث وقالت: وفاة أستاذتي العظيمة الإعلامية القديرة مجدة أبو هيث. وكذلك نشر المجلس القومي للمرأة نعيا رسميا للمذيعة الراحلة، وقال في بيانه: ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الإعلامية الكبيرة مجدة، مؤكدة إنها كانت إعلامية من طراز خاص، فقدنا بوفاتها رمزا من رموز الإعلام المصري. ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويذكر أن الراحلة مجدة أبو هيث قد عملت إعلامية في التلفزيون المصري منذ فترة السبعينيات، وتعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية بالتلفزيون المصري، واشتهرت بتقديمها فقرات الربط بين البرامج، وعرفت بأكثر من لقب منها لقب الخواجاية بسبب تحدثها عدة لغات بالإضافة إلى ولادتها من أم إيطالية. وقدمت أيضا عدة برامج وأبرزها برنامج العقل يكسب، وكان آخر ظهور إعلامي لها في حلقة حوارية ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الذي تحدثت به عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري وأبرز محطات حياتها ومسيرتها. رحم الله الراحلة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسوان.